في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قدمت القافلة الطبية خدمتها لما يقرب من 1700 مواطن بقرية البغادة التابعة لمركز ومدينة قصاصين بمحافظة الإسماعيلية على مدار يومين. وضمت القافلة كل التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة، كما ضمت القافلة معملا للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنفا دوليا، وتم تقديم الخدمات الطبية والأدوية بالمجان. القافلة فيها معظم التخصصات الطبية، البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، تنظيم الأسرة، بجانب معايا معمل دم وطفيليات ومركز للأشعة، معايا صيدلية تحتوي على 98 صنف من العلاج والصرف بالمجان. في حالة وجود أي حالات محتاجة حالات لتخصصات أخرى بيتم التنظيم مع مؤسسة حياة كريمة للمجمع الطبي والمستشفيات الجامعية.